حضرتك نزيهه وحضرتك الحمد لله. حضرتك شاركت ليه النهارده؟ شاركت ليه النهارده؟ شاركت علشان بقى صوتي ليا صوت اللي انا بتتمنى ايه من المرشح اللي انت انتخبته؟ يشوف احوال البلد، يشوف الحي عايز ايه. بعدين انا جيت عشان ادي صوتي اللي هو اللي يصلح. طب حضرتك ايه اخبار الانتخابات بقى؟ انا ما جيت انتخبت كويسه نزيهه. في اي غش في اي حاجه ممكن؟ انا واقف من بدري على فكره بس يعني. ايه اللي شفته طيب؟ كويس نزيهه استاذنك المطعم في تسييب كمان. انتوا خلاص يا عملت.